السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناه عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فطائر رولي بالطون وبالخضره، نتمنى من الله يعجبوكم. كيجيو رائعين ولذات في المذاق وهشاش من الداخل. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي ندير نحضر العجين اللي غادي نصوب منه هذه الفطائر. غادي نحتاج 4 الكيسان ديال الدقيق، ملحه، بيضة، معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، 3 ديال المعالق ديال الزبدة مدوبة، واحد الكاس كبير ديال الحليب دافي. غادي ناخد طحين نضيف عليه ملحة، نضيف الخميرة، الزبدة، بيضة، نخلط هاد العناصر. غادي نضيف الحليب. هنا بالنسبه للحليب كما كنقول لكم ديما عيني ميزاني، المهم ان العجينه تجيني مرخوفه وما نطلعهاش قاصحه. صافي غادي نضيف هاد الحليب اللي مازال عندي. انا غنستعمل العجينه الكهربائيه. صافي غندير هادشي، هاد العجينه ديالي حتى تدلك مزيان، ولا بد انها تدلك وتكون مرخوفه، ما نطلعش العجينه ديالي قاصحه. بعد ما تدلك العجين ديالي مزيان غادي نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه حتى يخمر مزيان، وندوز نحضر دابا الحشوه اللي غنعمل في هذه الفطائر. لهذه الحشوه غادي نحتاج جوج بصيلات مشلطين، فلفله حمراء، فلفله صفراء اللي قطعتهم مكعبات صغيره، شامبينيون او الفطر، الفرماج محكوك، طون، زيتون مقطع. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج ملحه، شويه ديال البزار، شويه التحميره، وهنا عندي الزعتر اللي غادي نحكو بين يدي في التالي، والزيت بطبيعه الحال. هنا عندي مخلطه زيت بلديه وزيت نباتيه. نبداو على بركه الله. خديت المقله غندير فيها شويه الزيت، غنعمل بصيله، نخلي البصيلة تهبط واحد شوية. نضيف الفلفلة، هنا انا استعملت الفلفله والبصيله، نتوما يمكن لكم تستعملوا اي خضره كتفضلوها. فهاد الفطائر حنا عندنا كامل الحريه نديروا الخضيره اللي كتعجبنا، اللي كتعجب وليداتنا، واللي شفناها انها تواتى مع بعضها. صافي نخلي هادشي تقلى واحد شويه. نضيف المليحة، شوية تحميرة، يبزار، نخلط هادشي مزيان. هنا بالنسبة للناس اللي كيبغيو الحار يمكن لهم يضيفوا الحار، كيجي زوين وكيلذذ هاد الفطائر. انا ما كنستعملش الحار حيت وليداتي ما كيبغيوهش، نتوما اللي كيبغي الحار يعملوه كيجي زوين. البصيله هي دي بدات كتهبط مع
داك الفليفله. دابا غادي نضيف لي شامبينيون او الفطر، غادي نضيف الطون، دائما العافية تكون عندي مهيلة باش هادشي يتقلى على خاطرو. حاولوا تندمج هاد العناصر كاملة مع بعضها. صافي الحشوه ديالي ها هي واجده، غادي نخليها تبرد. بعد ما خمر العجين ديالي مزيان ونضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا، غادي ندوز نطلقو، نحيدو من هذا الاناء، دائما كنخويو منو داك الغازات. هكذا صافي، وغادي ندوز نطلقو، نرش شوية الطحين. صافي ونبدا كنطلق. غادي نطلقها مزيان بحال كنصوبو الشناك. العجينه ديالي مزيان كما كتشوفوا على شكل مستطيل، غناخذ لاصوص طوماط، صلصه طماطم، سمحوا لي راني نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، وغادي ندهنها على هذا العجين هكذا. دهنت العجين ديالي بلاصوص طوماط كامله كما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ الحشوه وغنحاول نوزعها فوق هذا العجين. غادي نضيف الزيتون من الفوق، زيتون مقطع، نحاول نوزعو حتى هو على هاد العجين كدا. غادي نجيب الزعتر، غنحكو شي شويش بين يدي، نحك هاد الزعتر بين يدي ونوزعو فوق هاد العجين، كيعطي بنة زوينة. صافي، غادي نوزع الفرماج فوق هاد العجين. هاد الفرماج فاش غادي يبدا كيطيب غادي يجمع لنا شويه هاد الحشوه، وفي نفس الوقت كيعطي مذاق زوين ولذيذ من الداخل. راكم عارفين الفرماج في اي حشوه كيجي زوين. نوزعو حتى هو على هاد الشكل. دابا غادي نبدا نلوي هاد العجين بحال كان الطريقه اللي كنلويو بها الشناك هكذا. هي بشويه نروليوه، شي علاش كنسميوه رولي. غنستمر هكذا بشويش، نحاولو نخفو يدنا ما نزيروهاش. كامل خديت البلاطو اللي غندخل الفران، عملت فيه بابي سولفيريزي، وغادي ندوز نقطع بالخيط على هذا الشكل هذا، كنخالف الخيط وكنجر.
صافي ها كيفاش كيجي. كنصف البلاطو نتابع على هذا الشكل القياس اللي بغيتو نتوما، شي كيبغي شويه الخاطر ونصف البلاطو. انا غنتابع على هذا الشكل هذا حتى نكمل العجينه ديالي. البلاطو كما كتشوفوا غادي نخليهم حتى يخمروا مزيان ويضاعف الحجم ديالهم ونرجع عندكم. بعد ما خمروا لي هاد لي رولي مزيان خديت بيضه طربتها مع شويش ديال الخل وغادي ندهن لهم وجههم هكا باش يجيو محمرين ويجيو مذهبين من الفوق. الفرار انا مسخناه على درجه الحراره 180 درجه، غادي ندهنهم هكذا كاملين وندخلهم يطيبوا، ما نجهدش عليهم العافيه باش ياخذوا الطياب مزيان. غادي ندخلهم الفران يطيبوا مزيان من التحت وعدنا نشعل عليهم من الفوق يتحمروا من الوجه شي شويش صافي ونرجع عندكم. هذا هو الشكل النهائي للفطائر بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو على هذا الشكل محمرين وزوينين ورائعين في المذاق وبالحشوه اللي هي لذيذه ولذيذه بزاف. ها نتوما كيفاش كيجيو هشاش ورطب بزاف، ها هما من الداخل كيجيو هكا مفروقين والحشوه لداخل رائعه. نتمنى من الله تجربوهم ويعجبوكم، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وخليوا لي تعليقاتكم واقتراحاتكم اللي كيشجعوني ويخليوني نزيد القدام. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنتمنى تشتركوا معايا في لاشين بالضغط على زر سابوني اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.